هنبدأ تفاصيل أخبار النادي الأهلي من الصحافة بالأهرام، اللي قالت إن سيطرت حالة من الغضب الشديد جوه النادي الأهلي وجماهيره بعد استمرار تراجع نتائج فريق الكرة والخسارة من فريق بيراميدز بهدف نظيف، وطبعا تسبب في رجوع الفريق للمركز الثالث بعد نادي الزمالك وبعد بيراميدز. قال الأهرام إنه بالرغم من إصرار إدارة النادي الأهلي على فرض حالة من الاستقرار على الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي، لكن حالة الغضب والحزن الشديد هتكون الفيصل في الساعات القليلة اللي جاية. قالت كمان الأهرام إن في مصادر خاصة كشفت أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أجرى خلال الساعات اللي فاتت مشاورات مكثفة مع بعض نجوم الكورة عشان يستشيرهم، خصوصا طبعا أنه قرر تأجيل فكرة إعادة لجنة الكورة لنهاية الموسم. وقالت كمان المصادر أن أغلب المقربين من الخطيب رفضوا فكرة إبعاد مارتين لاسارتي في الوقت الحالي، ولكن البعض اتكلم برضو عن إجراء تعديلات على الجهاز المعاون، وتم طرح أكتر من اسم ومن بينهم عماد النحاس المدير الفني للمقاولين العرب. وقالت كمان أن محمود الخطيب بيتعامل مع الملف ده بهدوء شديد خوفا من أي هزة تانية ممكن تعرض الفريق في المرحلة اللي جاية من المواجهات لمشاكل. طبعا بالاضافه لمواجهه المصري البورسعيدي، المواجهه اللي هتكون ان شاء الله باذن الله يوم الخميس اللي جاي، عشان كده قرر الكابتن محمود الخطيب ان هو يحضر التمرين النهارده عشان يطالب الفريق بغلق الملف والتركيز بس في المباريات اللي جايه، وده طبعا على مسؤوليه الاهرام. وكمان في أخبار اليوم الكلام ما اختلفش كتير عن الأهرام، قالت إن في حالة من الحزن ومن الغضب ما بين الجميع في النادي الأهلي بعد الهزيمة يوم الخميس اللي فات من بيراميدز في الدوري. قالت الأخبار إن الجماهير غضبانة جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبة بعد الخسارة دي والتفريط في الصدارة، وكمان قبلها طبعا الخروج من دوري أبطال أفريقيا على إيد صن داونز الجنوب أفريقي. كمان طلبت الجماهير بثورة تصحيح سريعة جوه الفريق عشان يرجعوا مرة تانية للمسار الصحيح ويحققوا لقب الدوري. في الوقت نفسه برضه جه مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب، وشايف إنه قدم كل اللي عليه للفريق لفريق الكورة ودعم الفريق بصفقات قوية جدا ومميزة، وقدم كل سبل الراحة للفريق عشان يحققوا البطولة. وفي ظل ثورة التصحيح صحيح المسار واللي بيسعى عليها طبعا النادي الأهلي قبل فوات الأوان وقبل خسارة لقب جديد، قرر النادي الأهلي تجميد مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم عشان يستعيد الفريق مكانته الطبيعية ويظهر معدن لعيبة النادي الأهلي اللي غابت من فترة. كمان سدت حالة من الغضب والاستياء من مسؤولين أو من قبل مسؤولين النادي الأهلي من لجنة الحكام، وده طبعا بعد ما طلب النادي الأهلي أنهم يستخدموا طاقم تحكيم أجنبي من الصفة، دفع النادي الأهلي 25,000 دولار، لكن لجنة الحكام اتفقت مع حكم من الفئة الثانية. وبالرغم من عدم وجود أخطاء واضحة على حكم المباراة إيفان، إلا أنه لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة بعد ما لمست الكرة إيد مدافع بيراميدز عمر الميداني.